dealers.me ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. dealers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.dealers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات. حلقة جديدة من أوتو فوكس بدلش اليوم، بدي رحب فيكم وين ما كنتوا عم تحضرونا. رودي هنود بدي رحب فيك معنا اليوم بالحلقة، أنت الجنرال مانجر لرسامي أوتوموتيف إندستريز. اليوم حكونا عم نحكي عن شو رودي؟ هاي محمد، اليوم بدنا نحكي عن جيلي وبعدين بدنا نحكي عن الجيل الحديث اللي طلعته ابتداء من الاكس 7 سبورت. نبذه صغيره عن جيلي، هي شركه خاصه صينيه لتصنيع السيارات، اسست سنه 1986، انما رغبتها لتطوير وتسريع التطور بانتاج السيارات على ستاندرد اوروبي تمهيدا لدخول اوروبا وامريكا الشماليه كان جعلها بجراه تشتري جزء او كامل حصص بشركات تتعاطى السيارات، شركات السيارات منهم فولفو، فولفو كارز، فيما بعد لندن تاكسي، فيما بعد بروتون، لوتوس، جزء مؤخرا من فولفو تراكس بأواخر 2017، وشهر الماضي 10% من دايملر اي جي اللي هن بيملكوا براند مرسيدس بنز. اكيد شراء كل هالتقنيات الاوروبيه الهائله بخولها انه توصل، كانت مثل ما وعدوا سنه 2016 بجيل جديد من السيارات بالفعل لكجري اند بريميوم لاول مره بالصين، وتصديرهم بين ابتداء بلبنان لاستيراد الاكس 7 سبورت من قبل رسامي اوتوموتيف اندستري وكلاء جيلي في لبنان. الاكس 7 سبورت عندنا اياها باثنين فيرجن، اليوم عم نقدم العالي فيهم اسمها لكجري بلس، الثاني ارخص شوي لانه ناقصها بعض الحلى، انما الاساس نفسه. هي سياره ديزاين تبعها انعمل من بيتر هوربري، بيتر هوربري كان اكس ديزاينر ان تشيف للاند روفر رانج روفر، فيما بعد فولفو كاز، وحاليا هو بمنصب تشيف اوف ديزاين لشركه جيلي العالميه. دونك انسيابيه السياره ببين انه بيرمز لبعض السيارات بتاريخ بيتر هوربري من الانجليز والاوروبيين. السايد بروفايل للسياره ببين هالدراج كوفيشنت العالي اللي اخذناه 0.36، عالي بالنتيجه، يعني عالي السياره من وراء، عريضه، عندها ستيبل اند فيري سيف درايفنج وبلجر تو درايف كمان، ترجع توصل بالوسط على علو وسطي مثل ما واضح، واكيد الامان بيكون منخفض لدخولها بالهواء. الجراوند كليرنس مثل ما شايفينها عاليه بتجنن، لانه مش بس فور ويل درايف السياره، انما عندها ابيليتي هائله بالاوف رودينج، واللبنانيين بيحبوا هالشيء. شايفين قدامنا كنا بجانب السياره جانت 18 بالومنيوم لون تيتان، وهلا عم نشوف امام السياره بكالندر ممضي للوجو جديد لجيلي، وفي عنا الليبتيكال كالندر بالجريل، تحتها في عنا كروم بكحل هالفنت اير فنت دخول الهواء، ومثل ما بنشوف بايكس اند هيد لامبس مكحلين بليد لامبس، داي تايم رانينج لامبس، فوغ لايت اللي شايفينهم منهم عاديين، هن ادابتيف، يعني بيشتغلوا على المنعطفات فقط، وهذا شيء كثير مهم بلبنان، كنا ما بينوا يمكن لانه على الكاميرا، انما فيها فرونت سنسر واكيد فيها رير سنسر. رودي بدي اقول لك شكل السياره من برا بجنن عن جد، بس هلا قبل ما نكفي حكي عن الاكسيريال ننتقل لجوا لجوات السياره نشوف شو في سبيكس بقلبه. حتما رودي كنا عم نحكي عن الاكسيريال من برا واثنيناتنا اتفقنا قد ايه حلو السياره، هلا خلينا نفوت شوي لجوا، شو في سبيكس بقلب السياره من جوا؟ داخل السياره مثل ما هلا عم نشوف واسعه كثير من ورا، عم يبين علينا الجلد اللي هو ايطاليان نابا ليذر اللي ما بنشوفه الا بسيارات سعرها مرتين ثلاثه قد الاكس 7 لكجري سبورت. اكيد هالكروميوم اللي عم نشوفه بمسكات البواب هو مش بلاستيك، هو كروم، كل الماتيريال نوبل، لانه بيتر هوربري اللي تعود لتصنيع سيارات هائله، دونك بجيلي الاكس 7 لكجري بلس اكيد لحقين نفس النموذج. لاحظ هالفلويديك لاين للداشبورد بالامام والهاندلز يمين شمال، لانه السياره قلنا كمان فور ويلر، في عنا بوسط التابلو هال 8 سكرين كولورد سكرين ال 8 انش اللي هي انفوتيمنت سنتر مع كاميرا خلفيه بهاي ريزولوشن، كل الكبسات اللي تحت اليمين وشمال مسكه الفيتاس اللي هي كمان لبسه جلد مع كروم لتشغيل العناصر اللي راح نحكي عنها فيما بعد، الفولون هو دي شيب مالتي فانكشن كمان لتشغيل العديد من الزوايد بهالسياره، فيري سموث لاين، بيور ماتيريال،
كراكينج نويز ما في، كلها نوبل ماتيريال، كراسي على المنتين كهرباء، وكراسي اورثوبيديك يعني بتسوق ساعات ما بتحس بوجع ظهر، والاهم من هيك بس تطبش البواب انسليتد الكابين ان كان من الاصوات او من الحراره الخارجيه، وهيدي هي لما بنحكي بريميوم مش بس عمليه نسرد شو عندنا اوبشنز. من الانتير حننتقل للبرفورمانس نشوف قد ايه قويه هيدي السياره. حتما. وصل الوقت نحكي عن البرفورمانس. رودي شو فيك تخبرنا عن برفورمانس هذه السيارة؟ هذه السيارة فيها موتور 4 سلندر، ساعة كبيرة 2400 سي سي، إنما وفير بالكونسومشن، دي في في تي بيولد 225 نيوتن متر كتورك أقصى، موصول على جير بوكس 6 سبيد تيبترونيك، عندها ثلاثة مود اوف درايفنج، فينا نسوقها عادي او فيري ايكونوميك او فيري سبورتي. اوكي. هالكومبينيشن بتوصل لمصروف بنزين رائع بيشهدوه لزبوناتنا اللي هن حوالي 100 زبون اوريدي اشترى السيارة بأول 6 اشهر. عم تعمل حوالي ما بين ال 180 لل 200 205 210 كيلومتر بالتنك الوحدي، اللي هو هائل لسيارة بهالحجم بهالشكل بهالوزن وفور ويل درايف كمان. اكيد هي قلنا انه فور ويل درايف، الفور ويل درايف مستعار من شركه، يعني شركه اللي هي نحن اعتمدناها للفور ويل درايف اسمها بورغ وورنر، امريكانيه من اشهر الشركات بالفور ويل درايف. عندها ديفرنشال لوك سيستم لانه فيك تسوقها بالثلج اذا مغرزه، او تسوقها بالفور ويل درايف الاوتوماتيك عند تقريبا كل الحاجات النورمال. فيها اكيد سيفتي هائله من باسيف واكتيف، الباسيف سيفتي مامنه بكابين معموله مثل كل الفولفو، الترا هاي سترين ستيل، تدعيم بالاطراف، تدعيم بالبيلرز كلهم، تدعيم بالسقف خاصه لما بيكون عندك بانوراميك سان روف مثل بسيارتنا لكجري بلاس، عندك فرونت ديول ايرباك، سايد ايرباك اللي بيطلعوا بسرعات مختلفه، وعندك انفلاتبل كيرتر يعني الايرباك اللي بينزل من السقف لا سمح الله بحادث هائل عالي او رول اوفر سيستم تو نو. دونك سيفتي وايز اتس ون اوف ذا بيست كارز ان ات كاتيجوري وورلد وايد. اوكي رودي حمسني عن جد، انا تحمست كثير على هذه السياره، بدي اشوف شو محضر لنا ديل هلا بهذه الفقره. شو محضر لنا رودي؟ الديل هو نحن اطلقنا السياره السنه الماضيه وطرحناها على اوتو فوكس، وهي الطريقه الوحيده اللي هلا عم نعمل دعايه لانه زبوناتنا اللي عم بيكونوا سفرة لانه هن اللي عم بيجيبوا لنا زبونات، ومن هيك عم تكبر بوله الثلج. هلا الديل نحن صحيح عملنا سعر خيالي السنه الماضيه تنقدر نسوقها ونقول قبل ما يصير عندنا 300 400 سياره ما راح نقدر السعر، علما منا موفيه لانه سياره من هالكاتيجوري بهالمواصفات اذا بنلاقي غير ماركه معروفه بكون حقها يمكن مرتين او مرتين ونص سيارتنا. نحن طرحناها ب 27,900 دولار الفيرسيون لكجري بلاس بما في تسجيل وتفئة، اجت التفئة زودة صغيرة تركنا سعرنا وباقيين بهالسعر هيدا، واللي بده او اللي عنده ميزانية اقل بشوي في عنا سيارة اقل ببعض الحلى وارخص بحوالي 3-4,000 دولار. اكيد رودي انا كمان بدي اذكر كل الناس يروحوا يشوفوا بالشوروم هيدي السيارة حتما ويسوقوها مظبوط، لان احنا هون هلا عم نشوف عن جد. انا هلا ام امبرست بهيدي خاصه لما عندنا 9 صالات عرض نتمنى الكل يطلبونا على الهوت لاين اللي بينت على الشاشه، انما كمان نحن راح نقودهم على اقرب صاله عرض ليقدروا يجربوا السياره ويكونوا مرتاحين انه في 4 مراكز للصيانه وعندنا 24 ساعه صيانه الامرجنسي وعندنا الهوم سيرفيسنج بنوصل الخدمه الى بيت الزبون. رودي ثانك يو سو ماتش انك كنت معنا اليوم ب فوكس، ثانك يو لكل اللي كانوا عم يحضرونا، بنشوفكم بكره بحلقه جديده. ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده، وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه اللي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات.